السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning طلاب الأعزاء. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا وشيق جدا جدا، خاص بالمراحل الثلاثة ومفيد جدا في الحياة العملية، هو إزاي نتكلم إنجليش صح، إزاي نعمل محادثة صحيحة، إزاي نقدر نكون الجمل بصورة صحيحة. طبعا ايه هي انواع الاسئله في الانجليش لانجويج؟ kinds of questions. ايه هي انواع الاسئله in English language، في اللغه الانجليزيه؟ طبعا هم نوعين. كم نوع؟ هم نوعين. يبقى انواع الاسئله او kind بمعنى نوع، kinds of questions، انواع الاسئله in English language، في اللغه الانجليزيه هما نوعين. لما اجي اكون محادثه او اجي اكون سؤال او حتى ارد على السؤال، لازم افهم السؤال صح، ولازم افهم السؤال عايز ايه، ولازم اقدر احضر اجابه كويسه. فالنهارده هنتعلم ايه هي انواع الاسئله، وكل سؤال بيتكون ازاي، كل سؤال معناه ايه، وهقدر اجاوب عليه ازاي باسلوب سهل واسلوب بسيط، يعني هفهم اللي قدامي ازاي. يبقى انواع الاسئله قدامنا نوعين. In English language، في اللغه الانجليزيه في نوعين من الاسئله، احفظوهم كده. اول نوع اسمه WH or HO questions، WH or HO questions. وهنعرف طبعا ليه تسمى النوع ده بهذا الاسم، ليه تسمى ب WH or HO. النوع الثاني اسمه Yes or No questions، Yes or No questions. برضو هنعرف ليه تسمى النوع الثاني ب Yes or No questions. يبقى كم نوع من الأسئلة في الإنجليش لانجويج؟ هما نوعين. النوع الأول بنسميه WH or HO questions. طب والنوع التاني Yes or No questions، Yes or No questions. هنتكلم عن النوع الأول باختصار، ثم هنتكلم على النوع التاني اللي هو Yes or No questions باختصار. يبقى الأول هنشرح WH or HO questions باختصار، الأسئلة اللي معناها WH و HO، ثم Yes or No questions باختصار. بعد كده هنشرحهم بالتفصيل إن شاء الله، عشان نقدر نفهم إزاي نكون أسئلة من نوع WH or HO questions، وبعد كده إزاي نكون أسئلة من ال Yes or No questions، وبعد كده إزاي نجاوب عليهم إجابات سهلة وبسيطة. بالنسبة للنوع الأول اللي هو اسمه إيه؟ WH or HO questions، اللي هي أسئلة بتبدأ ب WH or أو HO questions. التعريف البسيط ليها بيقول لي هي أسئلة تبدأ أو بتبدأ بأداة استفهام، والأداة اللي بتبدأ بيها السؤال يا إما بتبدأ ب WH أو HO تاني. يبقى النوع الأول ليه سموه WH or HO questions؟ أكيد سموه كده عشان الكلمة بتبدأ ب WH or HO. هناخد دلوقتي أمثلة على أدوات الاستفهام اللي بتبدأ ب WH أو بتبدأ ب HO. أوكي، هناخدهم الأول بصورة بسيطة وسريعة، بعد كده إن شاء الله بالتفصيل. WH زي إيه؟ زي أول كلمة عندنا هو. هو مكونة من تلات حروف WHO. هو دي بمعنى من للعاقل. لما أسأل عن شخص عاقل، أسأل عن رجل أو امرأة، أسأل عن أشخاص، هو هو هو. أوكي، تاني حاجة what what what. what دي معناها ما أو ماذا لغير العاقل، أسأل عن شيء غير عاقل، يبقى هو من للعاقل. طب what ما أو ماذا لغير العاقل. when 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 الأداة التالتة when بمعنى متى للوقت، when بمعنى متى للوقت. where 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 هنا بمعنى أين للمكان،
وير هنا بمعنى أين للمكان. Where which بمعنى أيهما للاختيار. لما بخير حد which color أي لون مثلا, which shirt أي قميص. Okay which. في بقى whose من للملكية, ملك من, whose واللي بعديهم why هنا لماذا, بتسأل عن السبب, سبب الشيء. يبقى أول نوع WH questions, أسئلة بتبدأ بWH وعلى حسب معنى الأداء بجاوب. طبعا ممكن أحط WH زائد noun, يعني إيه؟ يعني مثلا هجيب what وحط وراها اسم زي ما قدامنا what plus noun, فأعمل أداة تانية. يعني مثلا زي في مثال what time ما الوقت, what time ما الوقت. يبقى ممكن احط وات زائد ايه ناون. النوع الاول قلنا دبليو اتش او اتش او. طب تعال نشوف اتش او. اتش او زي كلمه هاو كيف, بتسال عن حالك زي هاو ار يو او عن وسيله المواصلات. وممكن احط هاو زائد ادجكتيف, هاو زائد صفه زي هاو ميني كم عدد, هاو ماتش كم كميه, أو كم سمن, how often كم مرة, how tall كم طول رأسي زي طول الإنسان, طول الشجرة, طول البرج, طول المبنى, how long كم طول بس أفقي زي طول الحوت. أو بسأل عن مسافة how long how high كم ارتفاع, how high كم إيه ارتفاع. يبقى في what اللي هي دبليو اتش كويشنز بحط وراها ناون, وفي هاو اللي هي اتش او كويشنز بحط وراها ايه ادجكتيف صفه. فدي امثله للادوات او امثله للنوع الاول اللي بيبتدي بدبليو اتش اور اتش او كويشنز. اوكي لازم نحفظ الادوات كلها, وطبعا احنا قلناهم دلوقتي بصوره سريعه, لكن اداه هناخد عليها امثله كتير في الشرح المفصل لتكوين الأسئلة, ونعرف معناها ونعرف إزاي نجاوب عليها ونعرف إيه تكوين السؤال وإزاي إجابته بصورة صحيحة. احنا خدناهم دلوقتي بصورة سريعة بمعاني سريعة, لكن التكرار وإعادة الشيء كذا مرة هتلاقي الأداة هتثبت معاك وهتقدر تعرف تجاوب عليها بصورة سهلة. يبقى ده النوع الأول اللي هو إيه WH or HO questions, WH or HO questions. Okay. طب بالنسبة للنوع التاني اللي هو yes or no questions. Yes or no questions. هي أسئلة تبدأ بفعل مساعد أو فعل ناقص وتأتي بمعنى هل, وتكون الإجابة إما نعم أو لا. من اسمها yes or no questions يعني الإجابة بنعم أو لا. يبقى تاني إيه هو النوع التاني؟ Yes or no questions. Yes or no questions. هي أسئلة بتبدأ بفعل مساعد. طب إيه الفعل المساعد؟ هنعرفه دلوقتي على طول. هي أسئلة بتبدأ بفعل مساعد أو فعل ناقص أو حتى فعل ناقص. إيه هو؟ هنعرفه إن شاء الله دلوقتي. وتأتي بمعنى هل. Okay. وتكون الإجابة إما نعم أو لا. يعني الأفعال المساعدة والأفعال الناقصة بتقوم بكذا دور, ومن أدوارها إن هي بتيجي في صيغة سؤال, وصيغة السؤال ده يبقى بمعنى هل. كي بمعنى إيه هل, وبالتالي سؤال بمعنى هل الإجابة عليه إما نعم أو لا, إما yes or no, إما yes or no. طب إيه هي الأفعال المساعدة؟ كي وإيه هي الأفعال الناقصة؟ ايه هي الافعال المساعده اللي هم الهيلبنج فيربس, هيلبنج فيربس الافعال المساعده, او ايه هي الافعال الناقصه اللي هي مودال فيربس, مودال فيربس. دلوقتي هنبص معانا فهنلاقي الافعال المساعده قدامنا. الافعال المساعده اللي قدامنا ثلاثه, فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف. فيرب تو بي بمعنى يكون, verb to do بمعنى يفعل,
أو يقوم بشيء. verb to have هو الفعل الثالث بمعنى يمتلك شيء، وممكن تيجي بمعنى يتناول شيء. okay. فعل المساعدة اللي هي الهيلبينج فيرب أو الأكزوري فيربس، تلات أنواع من الأفعال: فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف. طبعا كل فعل ليه أشكال في المضارع وفي الماضي وفي المصدر وفي التصريف التالت، كل فعل ليه استخدامات. الفعل بيقوم بكذا دور، فلازم نفرق بين أدوار الأفعال دي واستخداماتها، وإمتى تيجي سؤال، وإمتى تيجي كفعل مساعد، وهل ممكن تيجي كفعل أصلا زي verb to do في بعض الحالات و verb to have في بعض الحالات. كل ده هنتعرف عليه. يبقى ال helping verbs أو ال auxiliary verbs تلات أفعال: verb to be, verb to do, verb to have. هنتعرف على أشكال الأفعال. كل فعل ليه عدة أشكال. أهم فعل وأكثر الأفعال أشكالا هو verb to be، يتكون من 8 أشكال زي ما احنا شايفينهم قدامنا. هو ملك الأفعال. 8 أشكال طبعا كتير جدا. في المضارع ليه 3 أشكال: am, is, are. am, is, are. am أو is أو are، ده في المضارع. زي مثلا لما أقول I am a teacher، أنا أكون مدرس. أو he is a doctor، هو يكون دكتور. أو we are happy، نحن سعداء. يبقى am لها استخدام مع بعض الضمائر اللي هو الاي، وis لها استخدام مع ضمائر المفرد الغائب، وare لها استخدام مع ضمائر الجمع زي we زي you زي they. دي في المضارع. طب الماضي was أو were. was أو were، يبقى تلات أشكال في المضارع. في الماضي الام تحول إلى was، والis تحول إلى was، والار تحول الى وير، والار تحول الى ايه؟ وير. بقوا شكلين في الماضي. وسواء ام او از او ار او ووز او وير، لو جم في اول الجمله بيبقوا بمعنى هل. ام او از او ار بمعنى هل يكون في المضارع، ووز او وير بمعنى هل كان في الماضي. في كمان بي، ده في المصدر واسمه فيرب تو بي. بي ده في المصدر. بينج لو حطيت لها اي ان جي، بين لو التصريف الثالث. يبقى 8 أشكال: am أو is أو are في المضارع، was أو were في الماضي، be أو being أو been في التصريف الثالث. هناخده أمثلة على الحالات وشرحها بالتفصيل في الإثبات وفي النفي وفي السؤال. في الإثبات وفي النفي في السؤال. يبقى أول نوع من أنواع الأفعال المساعدة verb to be، يتكون من am أو is أو are في المضارع، was أو were في الماضي، be لو شكل الفعل في المصدر، being لو الفعل حبينا نحط له ing، been لو الفعل في التصريف الثالث. يبقى verb to be هو فعل من الأفعال المساعدة الأكثر انتشارا والأكثر استخداما. بنستخدمه في جمل كتير لاستخدامات عديدة جدا جدا، ما نقدرش نستغنى عنه. ممكن نستخدمه حتى في أزمنة زي زمن المضارع المستمر، ممكن نستخدمه في أزمنة زي زمن المضارع التام لما بحط have أو has been مثلا. تاني فعل هو الverb to do. الverb to do يفعل. verb to do ده ليه 5 أشكال: do أو does في المضارع، did في الماضي، doing لو حبينا نحط الverb ing نخليه gerund، done لو التصريف التالت. طبعا do بتيجي مع I أو we أو you أو they أو ما يقابلها من الأسماء. does مع he or she or it. did ده في الماضي عموما. doing لو حبيت حط الverb ing لاستخدام معين، done في التصريف الثالث. وده طبعا ليه استخدامات عديدة، هناخده أشكاله، هناخده أمثلة كتير ليه على كل شكل من الأشكال وإيه دوره وإيه أهميته. يبقى الverb الأول قلنا verb to be، الفيرب الثاني verb to do، اللي قدامنا الفيرب الثالث verb to have. verb to have ده بيتكون برضو من عدة أشكال. الشكل الأول have أو has في المضارع، have أو has. طبعا have مع I we you they
أو ما يقابلها، كلمات الجمع has مع he أو she أو it أو ضمائر المفرد الغائب، he هو، she هي للعاقل، it هو أو هي لغير العاقل. طبعا he she it أو ضمائر المفرد الغائب بيجي معاها has. في المضارع يبقى have أو has، في الماضي had، في الماضي had، وده فعل بمعنى إيه؟ يمتلك. ساعات بيجي بمعنى يتناول، فبحط لها ing بعد حذف الاي، يبقى having having having. يبقى ليه 4 أشكال: have أو has في المضارع، had في الماضي، having 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 لما أحط له ing. برضو يجي ساعات من الأفعال المساعدة، وساعات كمان يقوم دور إن هو فعل أصلي، يبقى الأفعال المساعدة هي أدوار تانية. الـ helping verbs أو الـ auxiliary verbs هي verb to be، verb to do، verb to have. يبقى كده خدنا التلات أفعال المساعدة: verb to be، وverb to do، وverb to have. وأي جملة بتبدأ بحاجة من التلاتة تبقى سؤال بمعنى هل، وإجابتها yes or no. يبقى السؤال هنا بمعنى إيه؟ هل، وإجابته إما yes نعم أو no لأ. كده فاضل لنا النوع التاني من أنواع الـ yes or no questions، إن أنا أبدأ السؤال بفعل ناقص. بفعل إيه؟ ناقص. بالنسبة للأفعال الناقصة إيه هي؟ will، would، shall، should، can، could، may، might، must. يبقى كان فعل قدامنا 9 أفعال، 9 verbs، هي المودال verbs أو الأفعال الناقصة. تاني: will، would، shall، should، will، would، shall، should، can، could. will، would، shall، should، can، could، may، might، must. may، might، must. وده النوع التاني من أنواع الأفعال اللي بتيجي في السؤال yes or no questions، بمعنى نعم أو لأ. سؤال بمعنى هل إجابته yes or no، يبقى السؤال اللي بمعنى هل يا إما بيبدأ ب helping verbs أو auxiliary verbs بمعنى أفعال مساعدة زي verb to be أو verb to do أو verb to have، أو بيبدأ بالmodal verbs الأفعال الناقصة اللي هي will، would، shall، should، can، could، may، might، must، وإجابته إما yes or no. وده النوع التاني من أنواع الأسئلة in English language، في اللغة الإنجليزية. وبكده اتعرفنا على أشكال الأسئلة في اللغة الإنجليزية اللي هي WH WHO questions و yes or no questions. ده كجزء أول. إن شاء الله في الفيديو التاني هنكمل اللي بدأناه، هناخد تكوين السؤال في النوع الأول وتكوين السؤال في النوع التاني. يعني مثلا في الـ WH questions إيه مكونات السؤال؟ بنحط مثلا أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي، تكملة. هنمشي بنظام وبترتيب تكوين السؤال، حتى وياس أو نو كويتشنز النوع التاني من الأسئلة هنعرف إزاي بنكون السؤال في الجزء التاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجود باي.